السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم سبحة. سبحة ممكن تعمليها ب33 حباية او 99. تمام، انا استخدمت الخرز الكريستال ودلاية وفواصل، فواصل زي دي كده، ممكن زي دول برضو، والخيط او يعني السلك اللي هعمل بيه هو زي النحاس كده او الالومنيا. تمام، وستوبر. الستوبر دي بتبقى عاملة زي الخرزة كده بس صغيرة، دي بتقفل لي الشغل في الاخر علشان ما تقطعش ويبقى يعني محكم في قفله كده. تمام، هبدأ معاكم. هندخل الخرز كده، بتقسميهم بقى 11 11 11 وما بينهم فواصل، او لو 99 بتبقى 33 33 33. ممكن تعمليها في رمضان، ممكن توزعوها في رمضان على يعني على الناس، اي حد ممكن ينفع يتعملوا في اسبوع. فكرتها سهلة وما يعني ما بتتكلفش عليك كتير زي ما انت بتشتريها. تمام، احط الفواصل. وارجع احط تاني برضو خرز، يبقى 11 خرزة 11. تمام، وبعدين فاصل، نحط خرز تاني. الكريستال ده انا جايباه بيتباع حبل على بعضه كده ب10 جنيه، يعني ممكن تقريبا الحبل ده يعمل 3. تمام، انا خلاص كده خلصت الخرز في السبحة اهو. عايزة بقى اعمل التقفيلة، يعني ازاي بقفلها بقى، هعمل ايه. انا دلوقت عندي من الناحيتين اللي هو الخيط كده او السلك ده. تمام، بمسك السلكتين مع بعض كده، يعني بدخل الخرزة في الاتنين في الطرفين مع بعض بالشكل ده. ممكن اعمل قبلهم فاصل وممكن ادخل بالخرز على طول، هجرب كده معاكم. انا عامله بيهم الفواصل كده ونشوف.
تمام اهي، نخليها فاصل شكلها حلو. هنعمل خرزتين، ممكن فاصل من ده، خرزة كمان، بالشكل ده، وهحط بقى في الآخر الدلاية كده. واضحة قدامكم، هتبقى اهي عملت لها هنا فاصل زي ده كده، وخرزتين وفاصل تاني بان هو الشكل ده، وبعدين سلسلة، وهرجع احط الدلاية كده، هتبقى بالشكل ده. هكمل السبحة معاكم. إيه انا كده إيه، هحاول بقى اقفل السبحة، هدخل تاني الخيط ده جوه الخرز، يعني هجيب الطرف، هجيب الطرف اهو، وهرجع ادخله جوه الخرز تاني. بالشكل ده، بس هحاول كمان اضيقه عن كده. تمام، هفضل اسحب فيه لحد ما يضيق معايا خالص. على قد ما اقدر اضيقه كمان، اهي تمام. وده باقي السلك، بلفه كده جواها برضو يثبت معايا الشغل. تمام، هقص الباقي كده اللي انا مش محتاجاه. تمام، انا خلصت السبحة، بقيت بالشكل ده، محتاجتش استخدم استوبر، محتاجتش استخدم استوبر او اي حاجة. تمام، وعندي بالشكل ده.